نجحت مصالح الدرك الوطني بدائرة سريانة بولاية باتنا من حجز 219 قنطارا من مادة النخالة الموجهة للمضاربة في عمليتين منفصلتين، حيث تم إيقاف 4 أشخاص وجهت لهم عدة تهم، منها جناية المضاربة وجنحة عدم الفوترة، وهي العمليات التي من شأنها وضع حد لعمليات المضاربة في أسعار أعلاف الأنعام. سعيد حريقة رصد التالي. تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة من حجز 219 قنطار من مادة النخالة المدعمة الموجهة لتغذية الأنعام وحجز الشاحنة المستعملة في الجريمة في قضيتين منفصلتين. مكنت العملية من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 سنة وشخص خامس في حالة فرار. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً عن تورطهم في جناية المضاربة، جنحة عدم الفوترة، جنحة الممارسة التجارية الغير نزيهة التي تشكل إخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيه، جنحة عدم تتابق السعر المعلن مع السعر المدفوع والمطبق في المحل التجاري مقابل شراء أو تأدية خدمة، جنحة إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، جنحة عدم التصريح بالمستخدمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي.